مرحبا. إذا تلاحظون بالفترات الأخيرة أن حصة الفرد لما يطلب أي شيء من المطعم أو من أي مكان ده تجي الحصة بحجم كبير، وسنة على سنة ده تصير أكبر وده تصير إكسترا وده تصير هواية سوالف. قبل شوية أني رحت المحل آيس كريم، فحصة الفرد أقل شيء هي 4 كرات. طبعا هي الكرة الوحدة، أني أكل طوبة وحدة، الطوبة الوحدة بعدال الموطة اللي كنا نشتريها وإحنا صغار، يعني مال قبل سنوات، الوحدة تعادل آيس كريم كامل. زين هم ليش دا يخلون حصة الفرد 3؟ أكو محلات 3 وأكو محلات 4، ليش هذا الكم الهائل من الإسراف بالمواد الأولية؟ لأن هاي عادة أنا أشوف الناس، وأنتو كلكم شايفين سواء بمطاعم أو أي مكان، من الطبون تلقون الناس طالبين وثلاث أرباع الأكل يرجع ينذب، هذا إسراف بالمواد الأولية. أما إذا منذب، إذا نكل، طبعا احنا شوي شوي دا نتعود انه ناكل اكثر، اذا نكل هذا فراح يسبب عندنا سمنة. يعني اني من اطلب اكل ويجيني حجم كبير، او حتى مثلا بوتيتا، ابسط شيء، من دا اطلب بوتيتا دا تجيني عليها بهارات صناعية واني ما رايدة هذا الشيء لان ما طيب، ودا يجيني فوقها جبن، ويا ريت لو جبن زين مفيد، لا، جبن عبارة عن جبن سائل مليان دهن، راح يجيني الطبق. بس مجرد ما اخلص الاكل افتح الفيسبوك راح يطلع الاعلان مال جيم، واعلان مال تنحيف، واعلان مال شفط زين ليش؟ احنا ليش دا نسوي هيك بنفسنا؟ ليش دا ناكل كميات كبيرة؟ دا ناكل دهن اكسترا فوق اللي يحتاجه جسمنا، وليش اني دا اضطر ان اكل سكريات بهالحجم وبهالكمية؟ تالي بعدين احتاج انه أضعف نفسي أو أروح جيم أو صحتي تتلف أو بعدين أسوي دايت أو أي شيء. إحنا ناكل صح ونعيش صح، بس اللي دا يصير تدرون شنو؟ أنه إحنا أجسامنا دا تصير سوق للشركات العالمية، سوق استهلاكي. هاي الشركة تعطينا أكلها، تسمننا، تنهي صحتنا، تيجي شركة ثانية تنطينا أدوية، تعطينا مغذيات، تيجي شركة ثالثة مال أجهزة رياضية، تيجي شركة رابعة مال تجميل ومال تنحيف، وإحنا نظل نفتر بهاي الشركات، نصرف عمرنا وصحتنا وطاقتنا وفلوسنا. أتمنى الفكرة وصلت، وأتمنى أنه يقل الحجم. ومن تطلبون أكل، يعني إذا أنتوا 2 أو 3 لا تطلبون كل نفر على كل نفر واحد، لأن راح يزيد. فيعني ممكن تطلبون وجبتين، أنتوا 3 أو 4 تأكلوها. تحياتي.